نروح معاكم وندخل في ماتشات الدوري المصري. امبارح كان يوم عامر بالاهداف، كل المباريات اتسجل فيها اهداف بعكس الاسبوع العاشر واللي انتهت فيه مباراتين بالتعادل السلبي. اول اللقاءات كان مفاجاه بكل المقاييس، يعني زي ما بنقول كده اول خساره لبطل الدوري اخر موسمين نادي الزمالك، اول خساره ليه كانت امام الفريق اللي كان بيصارع على الهبوط من بدايه الموسم، الفريق اللي كان فيه يعني كلام كتير قوي حوالين فريق اسوان. هو ايه حكايه فريق اسوان؟ يعني بعد تولي القياده الفنيه مع الكابتن ربيع ياسين يمكن عدد كبير من الخسارات المتتاليه، ولكن هنا بقى بيجي دور مجلس الاداره، هنا بيجي دور المسؤولين داخل النادي، فكره ان انا فوق سريعا، فكره ان انا احاول ان انا اتدارك الموقف سريعا وارجع بفريقي علشان ما اسيبش الامور تاخدني في دوامه تانية واجي الحق نفسي في اخر الموسم. الحقيقه انه ظهرت الجنوب الاسواني نادي اسوان قدر يفوز امبارح على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، اللي عمل امبارح كل حاجه في الكوره، كل المتعه، كل الاثاره، انت متمتع وانت بتتفرج على الفريق، انت بتشوف كره حلوه معاه مدربه المجتهد جدا الكابتن ايمن رمادي، واللي شفنا امبارح بيقدم اداء مشرف، تكتيك ولا اروع، لعيبه ملتزمه بفكر المدرب داخل ارض الملعب. كانت النتيجه لم يتوقعها اكثر المتشائمين من نادي الزمالك، لان البدايه كانت اسوانيه لمده 45 دقيقه بنستمتع وبنتفرج وبنشاهد طبعا فريق اسوان يعني يمكن مسيطر على مجريات الشوط الاول، فرض السيطره شبه كامله وسجل هدفه الاول بدري جدا في الدقيقه الرابعه تقريبا، يعني عن طريق محمد عبد الغني، ونقدر نقول ان هي كانت بالخطا في مرماه. في الدقيقة 45 قدر طبعا ده غير بقى زي ما نقول أكتر من فرصة اللي أضاعها كمان فريق أسوان في منتصف المباراة، ولكن قدر في الدقيقة 45 عن طريق الأنجولي الخطير جدا ديلسون كاموني، واللي كان حاطط هدف طوال المباراة أنا هحرز هدف، وشفنا أكتر من كورة ليه جت في العارضة طبعا وشفناها جت في القائم، ولكن بنقول إن اللي بيكون حاطط هدف في تفكيره طوال المباراة وعامل أكتر من كورة من خلالها تقول لا الراجل ده لازم إن هو هيطلع بحاجة من المباراة دي، زي ما أنا شايفة مع حضراتكم دلوقتي دي الكورة اللي جت في القائم اللي ما دخلتش، بعدها على طول قدر إن هو يحرز هدف تاني، وكان يقدر نادي أسوان بشوية تنظيم على فكرة كمان إن هو يسجل أكتر من هدفين، يعني في الشوط الاول الموضوع او الحدوته ما كانتش هتنتهي عند الموضوع ده. في الشوط الثاني رجع بقى مستر فيرارا يحاول يتدارك الموقف، يحاول يظبط اموره، يحاول يظبط اوضاعه، يحاول يظبط اوضاع الفريق بشكل كبير جدا. الراجل فكر يعمل ايه؟ فكر ان هو ينزل يوسف اسامه نبيه، اللي المفروض الحقيقه لو هنتكلم كان ممكن ينزل من بدايه المباراه. بعد كده نزل سيد نيمار. طب احنا ليه بنقول كتير جدا انه سيد نيمار خارج المشهد بقاله فتره طويله؟ يعني رغم انه مستر فيرارا كان بيعتمد عليه ومستر فيرارا كان مديله ثقه كبيره جدا في المباريات الكبيره، ولكن منذ عوده زي ما بنقول كده عمر جابر، ايضا وجود احمد سيد زيزو واللي حاجز مكانه اساسي كجناح يمين، طيب انت لما ترجع السيد نيمار وتقدر ان انت تدفع بيه، ولكن في الدقيقه الحاجه و80 خلاص انت بتتكلم الراجل يعمل ايه؟ يعني في التوقيت ده ينزل يعمل ايه؟ يلحق ايه؟ هي دي الحدوته. طب ليه السيد نيمار ما يروحش يلعب على الناحيه الثانيه طالما ممكن يكون في اخفاق في الجبهه دي؟ طب ليه حمزه المتلوثي اللي ناس كتير جدا كانت بتتساءل انه الجبهه دي كان على اساسها في مشاكل كتير قوي كانت الجبهه مفتوحه او سمحت ليه انه فريق اسوان يقدر يستغل الثغره المتواجده في الجبهه دي علشان يقدر من خلالها ان هو يشتغل على الجبهه ويحرز اكتر من هدف؟ يوسف اوباما وعلامات استفهام شديده جدا، يمكن جمهور الزمالك تعجب من خروج شيكابالا ونزول يوسف اوباما، ولكن هو كان بعيد عن المشهد بقاله فتره طويله علشان كده الجمهور تعجب. طيب يعني هل ممكن في اضيق الحدود واقرب الحلول هل ممكن يكون يوسف اوباما هو كان الحل الامثل زي ما بنقول كده ان الحدوته تتلحق وانه مستر فيرارا يحاول ان هو يلحق المشهد بوجود يوسف اوباما داخل ارض الملعب؟ على فكره ده مش تقليلا من اي لاعب، ولكن في لعيبه بتكون لعيبه المرحله او انه اللاعب ده نازل يصنع الفارق. يوسف اوباما بغض النظر عن ان هو محتاج انه بقاله فتره طبعا خارج الحسابات الخاصه بالمدير الفني، ولكن المدير الفني محتاج يدي يوسف اوباما اكتر من كده، محتاج اللاعب ياخد الخبرات الاكثر في المباريات دي، محتاج ياخد الثقه الزايده. على فكره لما بقول خبرات ده مش تقليلا من اللاعب، ولكن لما اللعيبه بتخرج عن المشهد فترات طويله بتكون محتاجه الثقه دي، محتاجه تاخد ثقه في نفسها مره ثانيه، وده بيكون دور المدير الفني. ما ينفعش ان انا ابعدك عن المشهد تماما وبعد كده ادفع بيك في مباراه اصلا الفريق متاخر فيها، فطبيعي لازم النتيجه تكون بالشكل ده.
سامسون أكينولا من مهاجمين نادي الزمالك، اللي يمكن يعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان خارج المشهد بسبب الإصابة، بعدها ما كانش فيه التزام، رجع ولكن ما كانش بيشارك أساسي. سيف الدين الجزيري هو اللي كان متواجد. سامسون أكينولا امبارح بياخد التوقيت الكافي أيضا في المباراة ولكن ما بيصنعش الفارق. محمد أشرف رؤى برضو كان من أيضا التبديلات. اتحسن نسبيا أداء الزمالك، اتحسن بشكل أفضل، ونجح المدافع حسام عبد المجيد زي ما شفنا مع حضراتكم من أوفر رائع من أحمد مصطفى زيزو، إن هو يسجل هدف تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، لكن بعد كده اتغيرت كل الأمور. تغيرات الكابتن أيمن رمادي، قدر إن هو يحجم المباراة بالشكل اللي على مزاجه، إن هو يخلي الزمالك يلعب بالطريقة اللي مناسبة للكابتن أيمن رمادي، وإن هو يشتغل في المباراة بالطريقة اللي لصالح فريقه عشان يحسم الموقع تماما في استاد أسوان بفوز ولا أغلى ولا أروع ولا أمتع، وهو الفوز رقم 5 لأسوان مع كابتن أيمن الرمادي، وحصد ديلسون كاموني مهاجم أسوان، وده اللي كان متوقع طبعا جايزة رجل المباراة، خاصة بعد الهدف اللي قدر يسجله وأداؤه الأكثر من رائع. وصل أسوان للنقطة 15 والمركز السابع في مفاجأة كبيرة قوي، وتوقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة 24 في المركز الثاني. الحدوتة دي تخرجك بإيه؟ تخرجك بفكرة الأمور اللي ما بيختلفش عليها اتنين. اي فريق ايا كان حجمه، اي فريق ايا كان مكانته وعدد النقاط اللي بيمتلكها، اي فريق وحتى لو كان من قطب من قطبي الكرة المصرية، من يستخف بالخصم وما يعرفش قيمة الخصم اللي بيواجهه ويبتدي انه يفوق في منتصف المباراة، انسى، استحالة. في البعض بيلحق نفسه وفي البعض الحدوتة بتنتهي بفوز الخصم. ليه؟ لأنك أنت مدتش للخصم حجمه ومكانته من بداية المباراة، ومدتش للخصم مكانته الطبيعية، وإنك أنت فعلا تعمل له الاعتبار ومكانته ونتائجه اللي ممكن تكون خدعتك لحد كبير من بداية المباراة. علشان كده في بعض الأمور تقول طب هو الزمالك ليه ما لعبش كده من بداية المباراة؟ طب هو الزمالك ليه لحق نفسه في النص التاني؟ هو ليه مستر فيريرا فاق متأخر؟ أيوة مستر فيريرا فاق متأخر، أيوة التكتيك اللي مستر فيريرا كان بيلعب بيه كان غير مناسب، أيوة التشكيل اللي مستر فيريرا اعتمد عليه في المباراة كان غير مناسب، أيوة كان في بعض الثغرات اللي الكابتن أيمن رمادي اعتمد عليها واشتغل عليها. علشان كده دايما بنقول أيا كان نتائج الفريق ما بقاش في مباراة سهلة أبدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز. الكل يمتلك النجوم، والكل بينافس بشراسة، والكل بيسعى وبيحلم ان هو يتوج حتى بوجوده في المربع الذهبي او يختتم مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم ده بشكل مشرف ورائع، خصوصا الاندية الجماهيرية. وطبعا حدث ولا حرج، فريق اسوان من الاندية طبعا اللي بيمتلك العديد من الجماهير وعشاقه في كل مكان، وطبعا كان متوقع انه الكابتن ايمن رمادي تواجده ان هو عايز يصنع الفارق ويصنع شيء جيد مع فريق اسوان. عاوز اتكلم شوية بقى اكبر عن كابتن ايمن رمادي. الحقيقة ان هو واحد من ابرز المدربين المصريين في الدوري الاماراتي، خاض العديد من التجارب التدريبية لاكثر من 20 عام على مستوى الدوري الاماراتي. يجي واحد يقول لك انا والله يعني ما سمعتش عن الكابتن ايمن رمادي، لا انا عايز اعرف معلومات عنه، هو الراجل ده كان فين؟ هو الراجل ده ما جاش درب هنا يعني دوريات وما نعرفش عنه ليه؟ الحقيقة انه تجاربه كانت ناجحة قبل الدوري الاماراتي، يعني مع نادي الظفر العماني لعامين متتاليين حوالي 15 سنه في الامارات، من خلالهم بقى راح لاكثر من نادي واشتغل في اكثر من نادي، ابرزها طبعا الشارقه واتحاد كلباء وعجمان، ونجح في ان هو يتاهل، بصوا بقى ركزوا، بفريق دبي 3 مرات للدوري المحترفين الاماراتي. نفس الامر طبعا فرق زي الظفره والشارقه واتحاد كلباء وعجمان، استمر في تدريب عجمان 5 مواسم متتاليه، قدم مستويات مميزه جدا مع الفريق، وصل بفريق دبي لدور الثمانيه في كاس الامارات لاول مره في تاريخ النادي. طيب مع الظفره عمل ايه؟ مع الظفره الاماراتي نجح ان هو يبقى الفريق في الدوري، وده أمر مش سهل أبداً. ده بقى فكرة إن أنا أقعد أدور على مدير فني بالعقلية دي، يعرف اللي هو ينتشل الفرق، يعرف إن هو يشتغل بأقل الإمكانيات. إذن إحنا أمام مدرب محترف بمعنى الكلمة. أفتكر إن الفترة اللي جاية أو مع نهاية الموسم هفكركم الكابتن أيمن الرمادي هيكون محور صراع ما بين أكتر من نادي كبير في مصر
وده اللي بيأكد وده اللي بيخلينا نتكلم على فكره ان انا احيي دايما كل المسؤولين داخل الانديه اللي بيشتغلوا علشان يطلعوا الناس دي، علشان اقعد ادور مين اللي مناسب ليا، ما عادش ادور مين اللي اسمه منور، ما عادش ادور مين اللي مشي من فريق فجيبه، لا انا اخرج انا افكر بره الصندوق خالص، انا افكر مين اللي مناسب ليا، مين اللي القماشه اللي عندي يقدر مدير فني يستخدمها ويشتغل عليها عشان يطلع لي النتائج اللي مناسبه ليا باقل الامكانيات. هو ده اللي الكابتن ايمن الرمادي عمله، هو ده اللي مسؤولي ومجلس اداره فريق اسوان اشتغلوا عليه، ان انا اعرف اجد رجل المرحله، اجيب الراجل اللي يشتغل على الامكانيات اللي معايا، ومن الاخر المكنه تطلع قماش. بنقدم له كل التحيه والتقدير، ودايما بنقول النوعيه دي من المدربين هم دول فعلا في الاخر اللي بيحققوا نتائج جيده وبيكتسبوا ثقه واحترام الجميع. قبل ما ادخل في المباراه الثانيه، عاوز اقول انه الخساره اللي بتكلم مع حضراتكم عليها دي بالتحديد هتغير شويه حاجات، يعني داخل فريق الكوره، داخل نادي الزمالك، طريقه اللعب، طريقه التشكيل من جانب مستر فيريرا. وارد جدا على فكره نشوف ادوار مهمه لمصطفى شلبي زي ما شفنا المرحله اللي فاتت، يعني كان بياخد ولكن حتى قليل شويه. فكره عوده يوسف اسامه نبيه للتشكيل الاساسي، شفناه في مباراه بياخد تشكيل اساسي ولكن دائما كان من الكروت الرابحه اللي ممكن يكون مستر فيريرا كان بيعتمد عليه ك يعني مثلا تغييراته، او ان هو مثلا ممكن يلعب دقائق قليله ولكن يصنع له الفارق، ولكن ممكن مستر فيريرا يعتمد عليه بشكل اساسي اكتر من كده. الاكيد ان احنا هنشوف صفقات جديده في القلعه البيضاء خلال شهر يناير، وده متوقع وده وارد انه مستر فيريرا يكون له احتياجات ويطلبها من مجلس الاداره.